طب عايزين نصيحة أخيرة كده من حضرتك للواحد، بحيث لو حضرتك جاي تقيمه يقدر ياخد تقدير كويس، إيه اللي ممكن يهتم بيه بحيث إن هو يبقى كويس في مجال البيم؟ طبعا هذا بيعتمد على هو الشخص مين هو، هل هو اركيتكت، هو بروجكت مانجر، لانه بيختلف. هلا في نوع من السكيلز مطلوبه من الجميع، وهدول السكيلز هن لازم يكون عندهم رقم واحد، لازم يكون عندهم خبره على القليله سوفت وير واحد بيم، يعني مثل ريفيت، اركيكات، تكلا، يعني واحد من هدول المشهورين لازم يكون عنده خبره جيده. بعدين لازم يكون عنده خبرة بالكولابوريشن، يعني كيف ممكن تشير مودلز مع غيره، كيف ممكن تشير ريسبونسابيلتيز بموضوع المودل. ولازم يكون عنده خبرة مقبولة بموضوع البروتوكولز، يعني شو المطلوب من كل شخص، الموضوع اللي حتى ذكرته، موضوع الكونتراكت، شو هن الستاندرز اللي لازم يتطبقوا، وهدول المواضيع. فلازم يكون عنده خبرة تكنيكال، خبرة فانكشنال، وخبرة بموضوع الليجل.